عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا اخبارنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المؤثره الجزائريه نور، وبعد الضغط الكبير عليها جدا 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 وتساؤلات الناس الكتيره وهجوم الناس عليها، بداوا يهاجموها وانتي سبب طلاقك ان انتي كنت عايزه تخرجي وتعملي وتشتغلي بالليل وي وي وي، وهي انفجرت وانت رجعتي له كلام كتير جدا جدا جدا. فمن كتر الضغط عليها انفجرت، واول مره تصرح بالحقيقه كامله وايه هو سبب انفصالها عن زوجها، وسبب انفصالها هو الخيانه، وان هو كان بتحكي يعني ان هو كان بيمشي مع صاحبه ورا سيدات وبيتابع سيدات. تعالوا بينا نشوف هي بتقول ايه. نوفمبر والناس تقول عليا بلي انا طلقت ولا خديت قرار الطلاق خاطرش خدمت في الليل، خاطرش خرجت، مع انه سي با لو كا. انا بوندون كو كتلات يا بولادي ونخدم ولات يا بداري، رجلي كان يروح مع صاحبه اللي كانوا مزوجين للزوج ويدو معاهم نساء ويطلعوا ويباس دو طو وي لوربور اللي مولاه باعو صافي با تري لونطون. وي وي الانسان هذا اللي دخل دار بوندون جوان جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر والناس تقول عليا بلي انا طلقت ولا خديت قرار الطلاق خاطرش خدمت في الليل، خاطرش خرجت، مع انه سي با لو كا. انا بوندون كو كتلات يا بولادي ونخدم ولات يا بداري، رجلي كان يروح مع صاحبه اللي كانوا مزوجين للزوج ويدو معاهم نساء ويطلعوا ويباس دو طو وي لوربور اللي مولاه باعو صافي با تري لونطون. وي وي الانسان هذا اللي دخل دار نتمنى لها كل التوفيق يا رب العالمين ان شاء الله، وربنا يعوضها خير في اولادها يا رب العالمين ويكرمها ان شاء الله، كل واحد فعلا حياته فيها اللي مكفيها. ربنا يوفقها ويوفق حضراتكم جميعا، واشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.